الأسير المحرر ظاهر دويكات فارس آخر من فرسان الحرية يتنسم عبيرها ويرى نورها بعد 15 عاما في سجون الاحتلال. لتدخل الحرية البسمة إلى قلب أم فطر قلبها للقاء فلذة كبدها خارج أسوار السجن وقبضة السجان. هذا يوم إنه شافني اليوم يفعط لك مثل ما هان وهنا من بين إخوته ومن بين الزلام من بين الجماعة ويعبطني. يما 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 الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الله يجعل كل أمهات الأسرة يفرحن مثل ما فرحت وشوفني ولادتي مثل ما شفته. الله يفرج عليهم الحمد لله 15 سنة الحمد لله رب العالمين أحسن يوم في الأيام. تجليات عملية نفق الحرية ما تزال حاضرة في وجدان الحركة الأسيرة التي تابعت تفاصيلها وتواجه بكل عزيمة إجراءات سلطات السجون التي تحاول فرض أمر واقع عليهم. بعد انتزاع حرية الأبطال الستة تقدر تقول إنه جن جنون الإدارة على الإشي اللي قاموا فيه، وهذا الإشي اللي ما استوعبوه، وأنا كنت يعني أحد الساكنين في قسم ستة اللي تم إحراقه في 8 أيلول الماضي، وشفنا كيف يعني تعاملوا معنا، كيف تعاملوا بوحشية وبقمع، وكيف أدخلوا وحداتهم القمعية بكافة أنواعها. المحرر دويكات شاهد حي على تضحيات المؤسسة الأمنية على مر عقود الاشتباك مع الاحتلال، فهو ابن جهاز الاستخبارات العسكرية. المؤسسة الأمنية هي جزء من الحالة الوطنية النضالية التي قدم من خلالها شعبنا الفلسطيني التضحيات الجسام على طريق الحرية. المؤسسة الأمنية قدمت شهداء وقدمت أسرى، وهذا جزء من واجبها الوطني تجاه شعبنا الفلسطيني. اليوم نشعر بالسعادة ونحن نستقبل هذا الأسير البطل الذي أمضى 15 عاما في سجون الاحتلال. في هذا الاستقبال المهيب احتفت بيتا بمحررها دويكات بما يليق بمسيرته النضالية كأحد كوادر شهداء الأقصى، حيث تعرض للمطاردة ومن ثم للاعتقال عام 2006. بكر عبد الحق، تلفزيون فلسطين، نابلس.